لجنة دراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب تختتم أعمالها اليوم بالاستماع إلى بيانات 4 وزراء. رئيس الوزراء يشهد تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. التضامن تعلن إضافة 73 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة بداية من الشهر الجاري. التاسعة بتوقيت غرينتش، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من DMC. أهلا بكم. تختتم اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين الوكيل الأول للمجلس. تختتم اجتماعاتها اليوم بالاستماع إلى بيانات وزراء الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتموين والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. هذا وعقدت اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة اجتماعات مكثفة على مدار 5 أيام ماضية، استعرض خلالها الوزراء بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة وسط نقاشات موسعة ومستفيضة بين النواب والوزراء المعنيين، وصولا إلى إيجاد حلول عاجلة للمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة على جميع المستويات، بما يعكس حرص النواب والوزراء على مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق مزيدا من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل النهوض بالدولة في كافة القطاعات. مزيد من المتابعين انضم الينا عبر الهاتف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه. بعد التحيه دكتور هشام، يعني اذا تنتهي اعمال اللجنه الخاصه المشكله بمجلس النواب لدراسه برنامج الحكومه الجديده، ما المنتظر من هذه اللجنه وما المخرجات يعني المرجوه منها؟ اهلا وسهلا بحضرتك بالساده المشاهدين. طبعا هي اللجنه خلاص النهارده هتختم اعمالها، طبعا عمل ماراثوني على مدار اللقاءات اللي فاتت، استدعاء لكل الوزراء مع الملفات اللي كان فيها نواب رئيس الوزراء كانوا موجودين. فنقدر نقول ان احنا بالنسبه لنا تم تحليل ودراسه بشكل كبير جدا البرنامج المقدم من رئاسه الوزراء اللي اتكلم عنه معالي رئيس الوزراء في كلماته امام البرلمان في تقديم برنامج الحكومه، هو في اكثر من 275 صفحه وتم مناقشته بالتفصيل من قبل اللجنه المشكله لدراسه ان هي بالنسبه لها المخرجات اللي هي بالنسبه لنا او اهداف وسياسات الحكومه في المرحله المقبله. طبعا هو كان المفروض ان هو بيتقدم ده عشان الحكومه تاخد الثقه، بس المره دي بقى الثقه اللي هي المفروض بتقدمها الحكومه مش اجراء بروتوكولي بيقدم للبرلمان، لا ده احنا شفنا على مدار الايام اللي فاتت مناقشات تفصيليه من قبل اللجنه على كل نقطه من النقاط اللي قدمتها الحكومه وكل وزاره، والتاكد ان هي بالنسبه لها بتلبي احتياجات المواطن وتلبي احتياجات الراي العام في المرحله دي. شفنا ان هي مقدمه خطه الحكومه على مدار ثلاث سنوات فيها عاجل ومهم ان احنا بالنسبه لنا نشوف الاشكاليات اللي بيعاني منها المواطن، سواء منها الكهرباء، سواء منها الاسعار، سواء منها الخدمات الاساسيه اللي بتمسه، سواء ما كان على توطين الصناعه واطمأننا الملف هيمشي ازاي، ملف الاستثمار وغيرها من الملفات التفصيليه الكتيره جدا اللي هي كان بتقول ظهر من خلالها تكامل. نعم. يعني دكتور هشام، من بين هذه الملفات ما كانت اهم الملفات او القطاعات التي شهدت العديد من النقاشات والاجتماعات المكثفه وحازت على الاهتمام الاكبر؟ اول حاجه كانت تاكد البرلمان ان خطه الحكومه ان هي بالنسبه لها ستلبي اولويات المواطن المصري كاجمالي كوزاره في الملفات الاساسيه المتعلقه بيومياته. الامر الثاني كان الملف الابرز اللي كان بيتكلم فيه قصه السيطره على الدين، وان هو بالنسبه لنا توفير موارد العمله الصعبه، ومن هنا بقى بدانا نتكلم في
قصة مهمة جدا فيما يتعلق بقصة الإسراع بشكل كبير جدا في الاستثمار في 152 صناعة، عشان توطين الصناعة ده هيقلل لي ال 25 مليار. أنا عايزهم، ده هتفرق معايا كتير جدا في سعر الصرف. كان برضو قضية تشجيع الاستثمار المحلي والقطاع الخاص وانطلاق الكلام ده بشكل صحيح وتذليل كل العقبات البيروقراطية، وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي. الخلاصه يعني هو بالنسبه للحكومه هي اقتصاديه بقى، ده اللي احنا كنا عايزين نقوله بشكل كبير جدا، وحكومه خدميه، يعني هي شايفه ان هي من خلال ان هي بالنسبه لنا لازم نتابع خدمات المواطن. الملفات الاقتصاديه والملفات الخدميه كانت الابرز وكان الهدف الرئيسي من هذه الحكومه. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضه، شكرا جزيلا لك. تفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه وزير الإسكان شريف الشربيني وزير الإسكان وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمحدود الدخل بمدينة حدائق العاصمة. ويشهد رئيس الوزراء تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. من جانبه استعرض وزير الإسكان شريف الشربيني الخطط التسويقية والحملات الترويجية للوحدات السكنية سواء الجاهزة أو التي يجرى الانتهاء من تنفيذها بمشروعات المدن الجديدة. وأكد وزير الإسكان وضع خطط تسويقية واضحة ومحددة بتوقيتات زمنية لتحقيق المعدلات المطلوبة لتسويق الوحدات والمتابعة المستمرة لمستوى تطبيق تلك الخطط وتقييمها بشكل مستمر لتحقيق أعلى استفادة من مخزون الوحدات. وأشار إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في تنفيذ المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة. أكد وزير الموارد المائية هاني سويلم أن توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات ومنها الري والشرب والصناعة محور خطة عمل الوزارة للفترة القادمة، حيث تولي الدولة اهتماما كبيرا بملف المياه. وأشار إلى أن خطة عمل الوزارة تتضمن عدة برامج فرعية، وهي تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل وترشيد استخدام مياه الري وحماية الموارد المائية وتحسين إدارتها. وأوضح أن خطة عمل الحكومة تتضمن تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال المياه وتعزيز الإدارة والحوكمة المائية وتمكين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الري واستدامة قطاع الموارد المائية. استقبلت مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية 50 مليونا و76 ألفا و460 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية، وذلك منذ انطلاق المبادرة في يوليو من العام 2019 وحتى نهاية شهر يونيو الماضي. وترددت 637,474 سيدة على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة أو المقدمة ضمن المبادرة، حيث تقدم المبادرة خدماتها المجانية لفحص السيدات من خلال 3663 وحدة صحية على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى مشاركة 102 مستشفى لتقديم الخدمات الطبية للسيدات التي تتطلب حالتهن إجراء فحص متقدم. وتم خلال المبادرة اكتشاف إصابة 27,993 حالة بسرطان الثدي وإجراء 364,414 أشعة ماموجرام، فضلا عن توقيع الكشف على 84,779 سيدة بالعيادات الأولية للوحدات المتنقلة، وفحص 40,622 سيدة بالأشعة داخل الوحدات المتنقلة منذ العام 2019.
أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي إضافة 73 ألف أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بداية من شهر يوليو الجاري، وأكدت بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة تكافل وكرامة عن شهر يوليو للمستفيدين، بما في ذلك حاملي بطاقات ميزة البنكية والبطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد، مشيرة إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية الصرف. وأضافت أن حجم تمويل برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 41 مليار جنيه العام المالي الجاري تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث يبلغ عدد المستفيدين نحو 21 مليون مواطن يمثلون 5.2 مليون أسرة. يفتتح وزير البترول كريم بدوي غدا أعمال منتدى مصر للتعدين EMF في نسخته الثالثة، والذي يعقد على مدار يومين بالقاهرة بحضور دولي موسع من المسؤولين رفيعي المستوى وقادة صناعة التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبرى ومؤسسات التمويل وخبراء الاستكشاف التعديني في مصر ودول العالم. ويقام المنتدى هذا العام تحت شعار استكشاف الفرص التعدينية غير المستغلة والاستكشافات التجارية الجديدة. ويشهد المنتدى في نسخته الحالية مشاركة ما يزيد على 4000 شخص من 34 دولة، ويصاحبه معرض يضم أكثر من 100 شركة محلية وعالمية عارضة. ومن المقرر أن يشهد الحدث إقامة 15 جلسة نقاشية متخصصة على مدار يومي تضم أكثر من 50 متحدثا رفيع المستوى. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا لمزيد من المتابعة عبر الهاتف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة. بعد التحية دكتور جمال، إذن يعني استكشاف الفرص التعدينية غير المستغلة والاستكشافات التجارية الجديدة هو شعار يعني هذه النسخة من المنتدى، وهي النسخة الثالثة لمنتدى EMF. من خلال هذا الشعار، ما هي أبرز الملفات وأبرز الموضوعات المطروحة في النسخة الثالثة؟ مساء الخير عليك، مساء الخير على كل مشاهدينك. المؤتمر في النسخة الثالثة سوف يشهد كثير من الأمور التي تخص عمليات البحث والتعطيل وربطها بعملية التنمية والتطوير، وأيضا الدخول إلى الاكتشافات ذات القيمة المضافة واللي تولتها قطاع الدولة منذ 2018 وأوليتها القيادة السياسية كامل اهتمامها، ابتداء من قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، واللي تم تصديق باللائحة التنفيذية بتاعته 2020، وكانت أحد آلياتها هو الانطلاق إلى فكر جديد في عالم الثروات المعدنية لدى جمهورية مصر العربية. منذ 2018 قطاع البترول احتذى بالثلاث أشياء. الشيء الأول وهو جلب أحد مكاتب الاستثمار العالمية للتعدين لتهيئة الظروف ودراسة كل المعوقات التي تقف عائق أمام عملية التنمية والتطوير لقطاع التعدين. النقطة الثانية وهو عملية تقييم خريطة مصر كلها من مستوى المعادن النمطية ومستوى المعادن ذات القيمة المضافة. المعادن النمطية زي الذهب والنحاس والفوسفات والحديد والمنجنيز. المعادن ذات القيمة المضافة والتي لم تكن في خريطة مصر من قبل هي معادن الرمال السوداء، الرمال البيضاء، الكوارتز، الفلوسفار، بالإضافة إلى الطبقات الكربونية، الرملة الكربونية، وأيضا الرمال الكولينية. كل هذه أصبحت لها قيمة عالمية، أصبحت لها استثمارات تسعى إليها عبر خريطة العالم، وبالتالي كان لابد من وضع مصر في هذه الخريطة. آليات قطاع البترول بدأت يمكن من بجدية من 2018، وكانت أحد أهم آلياتها هو وضع خريطة رقمية على الموقع لوزارة البترول لجعل المزايدات العالمية مطروحة أمام الشركات العالمية. أيضا عملية التعديلات التي جعلت من المستثمر ودخول مستثمرين محليين زائد مستثمرين أجانب في خاصة فيما يخص عملية البحث والترقيب عن الذهب. أيضا التزام الدولة بتوفير المعامل المركزية التي لم تكن موجودة كمثال المعمل المركزي للذهب. أيضا
المعامل المركزيه لكل من القصدير والزنك والرصاص، كل هذه المعامل لم تكن موجوده، وبالتالي كانت خريطه الدوله في ايجاد هذه المعامل حتى يمكن الاستفاده من الخامات الاوليه في قيمه مضافه. المعرض سوف يناقش 15 نقطة بحث في ندوات حوارية نقاشية تهدف إلى أخذ آراء والخبرات العالمية في هذا المجال، ومنها سوف يتم الاستفادة منها لاحقا في إيجاد نوعية من المناقصات وأيضا نوعية من التوجهات لدى المناقصات العالمية. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، شكرا لك. يواصل مهرجان العالمين فعاليات دورته الثانية تحت شعار العالم عالمين، ويضم المهرجان فعاليات مميزة وضخمة وأنشطة عديدة ومتنوعة وحفلات بمشاركة العديد من النجوم وفعاليات تناسب جميع الفئات. المزيد عن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العالمين مع الزميلة خلود الرفاعي مراسلة دي أم سي. نعم تحياتي لكل مشاهدينا في كل مكان، لازلنا نتابع مع حضراتكم فعاليات مهرجان العالم عالمين في دورته الثانية وسط أجواء احتفالية وممتعة بامتياز. شهدنا على مدار الأيام السابقة انطلاق عدد من الفعاليات المتنوعة والمختلفة، بدأتها الفعاليات الرياضية المتنوعة وكانت انطلاقة البارا موتورز من منطقة النورث سكوير كمشاركة لأول مرة في مهرجان مدينة العالمين، حيث يمكنك الآن مشاهدة أرض مدينة العالمين الجديدة من السماء وسط منظر طبيعي خلاب وأيضا الاستمتاع بالطقس المذهل هنا في المدينة. شهدنا أيضا انطلاق رياضات مختلفة كرياضة كرة القدم على الملعب الخماسي ومشاركة واسعة جدا من عشاق الساحرة المستديرة، وكان هناك نجوم كرة القدم يشاركون رواد المدينة، وكانت الأجواء حماسية وفي استمتاع واستجمام على شواطئ مدينة العالمين الجديدة. شهدنا أيضا انطلاق لعبة الكرة الطائرة الشاطئية أو الفوليبول من منطقة الألعاب الترفيهية وسط مشاركة واسعة جدا من المصيفين الذين استمتعوا بهذه الفعالية، وتتوالى هذه الفعاليات ومستمرة طوال فترة عرض مهرجان العالم عالمين. أيضا نحن على ميعاد مع انطلاق فعالية رياضية متنوعة مثل التنس والبادل وأيضا بطولة الباسكتبول. بجانب هذه الأجواء الترفيهية كانت فعاليات وزارة الثقافة انطلقت بالأمس كأولى فعالياتها وتستمر حتى 28 من أغسطس المقبل، وتقدم أكثر من 100 فعالية متنوعة تحكي التراث المصري الأصيل، وبدأتها مع فقرة الساحر وأيضا التنورة وعروض للفرق الشعبية. ونحن على ميعاد أيضا من توالي هذه الفعاليات من عروض مسرحية وشعبية وأيضا فقرات للسيرك ومعارض للحرف اليدوية والتراثية. مستمرين في التغطية وكاميرا دي أم سي في كل يوم يوميا تعرض لكم كل الأجواء والفعاليات المتنوعة المختلفة. عودة للاستوديو. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب الوسطاء بخطة لمنع عودة الفصائل الفلسطينية وحركة حماس إلى شمال القطاع. وأوضحت الهيئة أن نقطة الخلاف الرئيسية بين نتنياهو وفريق التفاوض هي عودة سكان غزة إلى شمال القطاع. هذا وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو تلقى انتقادات لاذعة من قادة وفد إسرائيل المفاوض خلال اجتماعهم معه أمس. وقالت صحيفة يديعو تأحرنوت إن هناك مخاوف في إسرائيل من أن يحاول نتنياهو عرقلة إبرام صفقة تبادل للأسرى، وذلك بعد نشوب خلافات بينه وبين رئيسي الموساد ديفيد بنياع والشباك رونين بار بشأن بعض بنود مقترح الصفقة. توج منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 بعد الفوز على النظير الإنجليزي بهدفين مقابل هدف
في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على الملعب الأولمبي ببرلين ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية، أحرز منتخب إسبانيا الهدف الأول عن طريق نيكو ويليامز في الدقيقة 47 من عمر المباراة، وتعادل منتخب إنجلترا عن طريق كول في الدقيقة 73 قبل أن يحرز ميكل أويارزابال هدف الفوز لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 87 ليصبح منتخب إسبانيا الأكثر أكثر تتويجا باليورو برصيد 4 ألقاب. توج منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا 2024 بعد الفوز على منافسه منتخب كولومبيا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية. وتعرض ميسي نجم فريق انتر ميامي الأمريكي وقائد منتخب التانجو إلى إصابة قوية خرج على إثرها من اللقاء وحل نيكولاس غونزاليس بدلا منه في الدقيقة 66. انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي دون أهداف ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي ابتسم لمنتخب التانجو، حيث تمكن لوتارو مارتينيز من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 122 ليرفع رصيد منتخب الأرجنتين من البطولة إلى 16 مرة في تاريخه. يلتقي الفريق الزمالك مع نظيره بلدية المحلة في 9 مساء على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 17 لمسابقة الدوري، ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز لاقتناص نقاط المباراة 3 ومواصلة مسيرة الانتصارات في المسابقة، فيما يتطلع فريق بلدية المحلة بقيادة أحمد كشري لتحقيق نتيجة إيجابية على أمل التمسك بفرصة البقاء في الدوري، وخاصة وأن الخسارة ستقرب الفريق من وداع دور الأضواء، ويحتل الزمالك مركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، في حين يحتل بلدية المحلة المركز 16 برصيد 23 نقطة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نختم النشرة الإخبارية من دي أم سي، شكرا جزيلا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.